أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة بذل كافة المساعي لمنع التصعيد في المنطقة والانزلاق نحو حرب إقليمية تنذر بعواقب وخيمة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد العاطي مع وزيرة خارجية اليابان، هذا وتوافق الوزيران على حتمية منع التصعيد في المنطقة وتكثيف جهود البلدين الصديقين بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.